رجعنا لكم مره ثانيه ولسه منورانا جاسمين السيد في كتابها اقفش نرجسي. اتكلمنا عن كذا جزء من الصفات اللي بنقدر نعرف بيهم من نرجسي، اتكلمنا عن ثلاثه تقريبا. كملي بقى معانا بسرعه عشان نقدر نقفش النرجسي بسرعه. علشان نقفش النرجسي انا قلت ان احنا مش هنشخصه، ولكن احنا في كريتيريا. الكريتيريا دي 9 نقط، لو اتوفر في الشخص 5 من ال9 دول نقدر نقول عليه ان هو شخص نرجسي. اوكي، انا تسمحوا لي اقراها لكم عشان اتفضل. اول حاجه ان هو هيكون ليه شعور مبالغ فيه من اهميه ذاته. يعني هو على طول حاسس ان هو مهم جدا، اهم حاجه في الدنيا. رقم 2، عنده اوهام من النجاح والقوه. على طول متوهم بكده. عنده اعجاب مفرط بذاته، وده بيخليه يحس ان هو محدش يقدر يفهمه غير اشخاص قليلين جدا ومميزين. يعني انا مخي ذري عشان هو نادر، عمله نادره. محدش يقدر هو يفهمه. على طول عنده حاجة ان هو يكون موضع اعجاب ومدح، عايز الكل يمدحه، عايز الكل يشكر فيه. انت احلى واحد، انت اجمد واحد، انت اخطر واحد. عارفة النقطة دي؟ انت بابا وانت ماما وانت انور وجد. لا، كتير من الستات بيجي لهم confusion وبيجوا يسألوني انت ازاي بتقولي لنا قولي لجوزك كلام حلو او قول لها كلام حلو وفي نفس الوقت مش عايزاني امدحه، يعني اعمل ايه؟ انت بتعملي تيست، لو انت مدحتيه بعد كده هو بيعلى عليكي ولا هو بياخد الكلام ويعمل ابريشيشن وشكرا ومتشكر وبيتكسف وكده؟ طريقته ايه في لما انت بتمدحيه؟ عنده شعور بالاستحقاق مبالغ فيه، وزي ما احنا شرحنا ان الاستحقاق فيه فرق من ان انا استحق وان انا استحق على كمان ان انا اضر الناس في استحقاقي ده. يعني انا استحق طالما لم اضر. مستغل للاخرين، واحنا قلنا ان هو بيستخدم الناس على انهم ادوات. بيحسد الاخرين، تلاقيه طول الوقت عمال يتكلم عن صاحبه اللي عرف يجيب عربيه، عن مديره اللي عرف يجيب فيلا، عن على الرغم ان هو شايف نفسه اجمد واحد واحسن واحد. لا، ما هو بيشوف كده بقى يقول لك ايه، اصل الظروف، لازم يلوم، لازم يلقي اللوم على حد. اصل الظروف والرشوه والمحسوبيه وي 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 هم السبب. عشان كده تلاقي الشخص النرجسي دايما بيلقي اللوم على الاشخاص، ولو ما لقاش شخص يلقي اللوم، عارفه بيلقي اللوم على القوى الخفيه، الحسد والاعمال لازم حد شماعه تشيليها الاعمال الوحشه اللي بتحصل. تمام. لا يتعاطف مع احد، يعني ما بيصعبش عليه حد. وهنا ممكن نقول في النقطه دي ممكن يمثل التعاطف قدام الناس اللي مش عايز يظهر لهم اللي هو نرجسي. حصل. عشان في نرجسي خطير جدا اللي هو النرجسي اللي بنسميه كوفرت نارسيسست. عارفه الكوفرتا اللي احنا بنتغطى بيها؟ هو اسمه كوفرت جاي من غطى. مغطي نفسه بشكل تاني خالص غير النرجسيه، غير الحقيقه اللي فيه، غير الحقيقه، علشان يوهم الناس. صحيح. اخر نقطه بقى، وهي ان كل مواقفه بتدل على التكبر والعجرفه. هتلاقي في كل مواقفه يعني متكبر على الناس، متعجرف. امتى اقول عليه بقى نرجسي؟ لو كان هو 5 out of 9 اللي احنا قلناهم دول. اوكي، حلو قوي. يعني ما ينفعش واحد يبقى عنده صفه واحده اقول عليه نرجسي. لازم يكون متوفر فيه 5 من ال9 صفات اللي قلتي عليهم. في فرق ما بين الصفه النرجسيه، الراجل ده عنده صفه نرجسيه او الست دي عندها صفه نرجسيه، عن ما ان هو شخصيه نرجسيه او انه عنده اضطراب. اضطراب، ودي مشكله كبيره.